أنا اسمي هيام القصاص، مدرسة مدرسة بنات الفوار الثانية، بدرس الصف الثاني اللي مسمى وظيفة ثانية معلمة مرشدة. حضرنا الاجتماع مع مؤسسة بدنا كابويرا، فكانت الفكرة إنه يشتغلوا معنا هون في المدرسة، وكانت الفكرة جديدة يعني أول مرة بنسمع فيها. في اللقاء الاجتماع الأول كان واضح يعني وضحوا لنا الفكرة من هذا النشاط الرياضي، بعدين نقلنا الصورة للطلاب، تم اختيار الطلاب مجموعة الكابويرا بناء على احتياجات خاصة للطلاب، فصارت الفكرة يعني واضحة للمدرسة وللأهالي عن هذا النشاط الرياضي. النشاط الرياضي كثير حلو، جديد، غريب، أعجبني أنا كثير شخصيا، يعني شبهته باليوغا لأنه في كثير أنشطة فيه حلوة، يعني فيها هدوء، فيها تعلم الحركة بطريقة هادية مع استماع. كثير كنا نشوف يعني أنا من كنت أشوف كثير الفكرة على التلفزيون بس ما كنت أعرف إنه هي اسمها يعني هيك. شوي البنات في الأول حسيت إنها جديدة وصعبة على البنات، بس بلشت أحس فعلا البنات بلشوا يندمجوا فيها، وصرت أتفاجأ في حركاتهم برغم إنهم بيحكوا يعني لغة ثانية، بس البنات صاروا يستوعبوا ويطبقوا النشاط، يعني أنا بتفاجأ في هذا الحكي، فمبسوطة كثير يعني فيهم لأنهم مبسوطين كمان البنات. والفكرة كثير حلوة لأن ممكن شوي شفنا الموضوع صعب لأنه مجموعة البنات اللي اخترناهم عندهم حاجات معينة، عشان هيك مش سهل كان عليهم الموضوع، مع ذلك يعني اندمجوا فيه وتطوروا فيه وحسوا كثير أحسن، يعني أنا صرت أتفاجأ فيهم، كنت متوقع إنهم ينسجموا في الموضوع هيك، وأنا مبسوطة كثير من الفريق اللي بيشتغل، يعني صدقاً يعني كثير رايقين هادين على البنات ومتعاونين معهم، تواصلوا بس بالحركات وفاهمين على بعض، يعني برغم اني انا موجود انا او الموجودين يعني بنترجموا، بس كثير بحس انه البنات بيفهموا عليهم اكثر من احنا نترجم لهم، يعني من حركاتهم من تواصل، يعني فعلا التواصل الجسدي رائع جدا بينهم، فحاسه البنات احنا يعني مجرد انه بس يحركوا ايديهم وإيش بيفهم عليهم على طول. فبتأمل إن شاء الله يعني إن فعلا في نهاية التدريب يصير عندنا مشروع اسمه مشروع كابويرا، أو نعمل مؤسسة كابويرا صغيرة في المدرسة، وإن شاء الله نكون قادرين فعلا ندرب البنات الثانية على نفس النشاط، وبتمنى يعني نكون البنات تحقق كل النتائج اللي إحنا حابينها وأنتم مع بعض للطالبات من ناحية رياضية ونفسية وانفعالية وكلنا إن شاء الله. وبشكركم كمان جدا جدا، يعني انتم فريق جدا متعاون جدا هادي، يمكن احنا شوي بنكون في الدوام مضغوطين في اخر النهار يعني عشان نكون عاطين حصص كثير، فانتم بتيجوا بالعكس بحسكم رايقين كثير مع الاولاد، يعني واحنا ان شاء الله دائما بنضلنا رايقين معهم يعني ومستوعبينهم، فانا دائما بتمنى يعني تكون انشطه زي هيك يسعد الطالب يغير من نفسيته، ممكن كمان المدرسين بحاجة لأنشطة تغير نفسيتهم. يعطيكم العافية ومشكورين جدا على نشاطكم الحلو يعني عن جد.